Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Dadah. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر كن فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فأجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر بالنكور فذلك يوم أسير ألا الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين سودا ومهدت له تمهيدا ثم يدمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهق صعودا إنه فكر مقدر وقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر ينشر إن هذا إلا قوم البشر سأصليه سقر وما أدراك ما شقر لا تبقي ولا تذر فلوحة لوحت للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء فمن يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الأكبر نذير للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ندعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما ننفعهم شفاعة السافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم خمر مستنفرة فرد من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منسرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن ساء ذكره فما يذكرون إلا يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن نجا مع عظاما، بلى قادرين على أن نسوي بنانا، بل يريد الإنسان ليفجر أماما، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا بريق البشر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لوزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرا، ولو ألقى معاذيرا، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، ثم إذا علينا بيانا. كلا بل تحبون الآجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نادرة، ووجوه يومئذ باسرة، يظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقيم، وقيل من رقيق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى علي يتمتع، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يدرك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمساج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه سبيلا إما شاكرا وإما كفورا، إن أعددنا للكافرين سلاسل وعلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا، أين يشرب بها عباد الله يفسرون تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستديرا، ويذعمون الطعام على خبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما ندعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا
سقرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله وشر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنات وحريرا متكئين بها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية فضة وأكواب كانت فوارير وقوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا أين فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وخلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلة طويلة إن هؤلاء يحبون الآجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا سعنا بدلنا أمثلهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا فما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والآسفات أسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا أدرا أو ندرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أوقدت إلى أي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم
يجلقكم بماء مهين فجلناه بقرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ذي ثلاث شعب صعيب لا ذليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرارك القصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيقتدرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم ما كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يرغبون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم صدق الله العظيم.